أود أن أغتنم هذه الفرصة لأنوه بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المؤتمر كأحد أهم وأكبر الفعاليات التأمينية على المستوى القاري، الذي يشهد حضوراً مكثفاً للفاعلين في قطاع التأمين الإفريقي والدولي، من مهنيين في قطاع التأمين وإعادة التأمين وكذا مراكز البحث، وممثلين عن هيئات الرقابة. كما أود أن أشكر بالمناسبة المنظمة الإفريقية للتأمين على اختيارها للجزائر لاحتضان هذا الحدث قصد دراسة إشكاليات عديدة وإثراء منظومة التأمينات، من حيث كونها إحدى أدوات تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، وذلك بما يتجاوب والمخاطر والتهديدات المناخية وانعكاساتها على التنمية في المنطقة الإفريقية. وعليه فإن بلادنا الجزائر ككل مرة لم تدخر أي جهد لبحث المبادرات الإفريقية الكفيلة بالمساهمة في توطيد أواصر العمل الإفريقي وتعزيز المبادلات لا سيما الاقتصادية منها والاجتماعية.